لأنه الرجل اللي عنده مكتب استشاري، وأنا لا أتكلم عن مؤسستنا، نحن حلينا مشكلتنا انتقلنا إلى البحرين كريجنال أوفيس، ما عندي مشكلة، مش عم بحكي لشيء لي، بحكي عن الأردني اللي كان يتنفع من دراسة يعملها أو من مشروع مخطط هندسي أو رأي قانوني أو أي شيء، هذا بده يصبح خاضع للضريبة. لا يجوز أن تخضع للضريبة خدمات تقدم في الخارج خصوصا إلكترونيا، لأنه القانون لا يسمح بذلك، القانون الحقيقي. لأنه أنا كنت في كثير من مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة، ومرفوض أنك تخضع أي شيء يباع على الإنترنت إلى الضريبة، لأنه النظرية هي أن هذا فضاء لا يملكه أحد، ما فيش عليه سيادة، ما فيش له حدود. فأنا إذا عملت دراسة للسعودية وقدمتها وقبضت عليها فلوس، وبيجي بياخدك من جهة فلوس إنه دخلت عندك فلوس فأدفع عليها ضريبة، غير صحيح. لا يجوز أن تكون أي خدمة تقدم من خلال الإنترنت أو إلكترونيا أن تخضع للضريبة، لكي نشجع عملية الإنتاج الوطني خصوصا من المكاتب الفردية أو المؤسسات الخاصة اللي عندها قدرة أن تقدم خدمة متميزة وليس عندها إمكانات مكاتب ومؤسسات كبيرة. فهذا شيء أيضا يجب أن يعالج في مستوى المستوى الضريبي. الأردن يستطيع إذا كان صار في تحول في النظرة إلى النظرة الإنتاجية. أعلى دخل للفرد في العالم ليس في أمريكا ولا في السعودية، في لوكسمبورغ. لوكسمبورغ اللي هي دولة لا نفطية ولا غنية ولا ثروات ولا موارد ولا شيء، إنما اعتمدت على رفع الإنتاجية. أنا بعرف في المؤسسات الغربية والأجنبية الموظف بضل الساعة 2 بالليل عم بيشتغل، وبضل السبت والأحد ما فيش عطل، وما حدا بقول له ممنوع تشتغل. فإنه يجي دولة تقول لك ممنوع تشتغل، شغلة لا يمكن أن تكون منتجة لمجتمع يريد أن يكون مجتمع إنتاجي. احنا نتكلم لانه احنا كلنا حريصين على مصلحة البلد، احنا اردنيين، احنا نحب البلد، نعتز فيه، نفخر فيه، نريد ان نخدمه. ولكن صديقك من صدقك، اذا لم نقل ما يجب عمله ما بنكون مواطنين صالحين. اما والله عظيم وكله تمام وكله حلو ما بفيد. انا في واحد من رؤساء وزراء الخليج بذكر له قول اعتز به دائما، قال بيقول لي انت بتونسني لانك بتكدرني. قلت له كيف سموك؟ قال لي لأنه بتسمعني الكلام اللي لازم أسمعه، مش الكلام اللي دائما يرضيني، فأنا بتونس فيك لأنك بتكدرني، وهذا اللي أنا محتاجه. ونحن هذا ما نحتاجه، نحتاج أن نكون. وأنا أقول لك في هذه الدولة عندك القدرة، إحنا مقصرين. أنا دائما أقول وأنتقد وأبدي رأيي، والله لم يسألني أحد ولم ينتقدني أحد، ولا أحد قال لي أنت عم بتسيء أو عم تخطئ، لأنه يعرفوا أن الرأي الإيجابي مقبول ومحترم ومرحب به. فبدي يكون عندنا جرأة في إبداء الاقتراحات وإبداء الملاحظات لصانع القرار. إحنا مش صانعين قرار، أنا مواطن مثل أي أصغر مواطن، إنما أنا أقدم رأي. إذا رأيي كويس يأخذوا صانع القرار، مش ما عجبه يزدته بالزبالة يرمي، ما عندي مشكلة. صح، بس نبدي رأينا، ما بيجوز أن نبقى ننتظر إنه الدولة هي اللي تأتي بالآراء. أنا قدمت اقتراح على معلن بأنه احنا محتاجين بالأردن إلى شراكة حقيقية مع الحكومة والقطاع الخاص، مش تنشأ في إحدى الوزارات مجلس للشراكة، مش هذا الكلام. أن يكون هنالك مجلس فيه الفريق الاقتصادي الحكومي وفيه أعضاء من الفريق الاقتصادي الخاص، ومش أنا لأني أنا مش موجود، محدا مش عم بسوق لنفسي وظيفة لأني أنا مش موجود في الأردن، إنما من كبار المفكرين والقادرين في الاقتصاد مع الفريق الاقتصادي الحكومي ليتخذوا القرارات مساوين. مش مجلس استشاري أسمع منك عجبني ما عجبني لا، وبدعيك وقت اللي بدي تبصم لي لا، يكون في مجلس حق التصويت فيه متساوي، كما موجود أنا في المنظمة اللي أنا ذكرتها اللي هي الائتلاف الدولي لتقنية المعلومات والاتصالات، اللي أنا رئيسه وأنا من القطاع الخاص وأنا فرد ولا أمثل لا دولة ولا جهة، وفيه أعضاء حكومات بما فيها حكومة أمريكا ممثلينها وممثلين الشركات الكبرى وممثلين المجتمع المدني ومنظمات العالم كلها بما في البنك الدولي والآخرين كلها ممثلة فيها، وكلها على قدم المساواة.
ما فيش واحد يقول انت رايي انا بقرر بس انت بسمح لك تحكي. هذا ما نحتاجه بالاردن، وما نحتاج ان نعرض عليه اي قانون جديد. لو بقانون الضرائب الجديد عرض على مجلس من النوع كان قالوا له يا سيدي هذا الكلام بيؤدي عكس النتيجه اللي انت بدك اياها، انا عارف نيتك طيبه وانا عارف حاجتك بس مش هاي الطريقه اللي تحقق حاجتك. فيجب ان ايضا ان نكون هناك مجلس شراكه حقيقي وليس مجلس استشاري مع القطاع الخاص، يكون فيه الراي متساوي والتصويت متساوي والراي متساوي. وضحت اكثر من مره بيرجعوا بيقولوا لي في مجلس استشاري موجود، في مجلس شراكه موجود وبنعينه وبوقت اللي بده الوزير بيستدعيه. مش هذا المطلوب، المطلوب اي قرار اقتصادي يمر على هذا المجلس ويصوت عليه بالتساوي مع حق التصويت، مش حق ابداء الراي. حق ابداء الراي انا يعني ببدي رايي وبحكي اللي بدي اياه، مش مطلوب مجلس. بس اريد انه قيادات الاقتصاد يكون لها نفس القدرة في صنع القرار الاقتصادي مع القيادات الحكومية. أنا فقط يمكن قلت كنت بدي أحكي مختصر بس طولت سامحوني، ولكن حبيت أن أستفزكم في بعض الأفكار وأن أكدركم. ولكن أنا أود قبل أن أنهي أن أشكر على هذه الفرصة الكريمة، هذا شرف كبير أن أكون مع هذه الكوكبة من الكفاءات ومن القيادة الأردنية الفكرية والعلمية والاقتصادية، فأشكركم على استضافتي وبارك الله فيكم. نشكر على هذه الإضاءات للمستقبل، ونأمل أن يكون هناك من يسمع على مستوى الوطن العربي من النصائح المخلصة التي تقدم من أبناء الوطن والعالم العربي. هناك بس في لجنة التوصيات لهذه الندوة الأستاذ فالح الطويل، الدكتور فايز الحوراني، والأستاذ ياسر عكوش، ومهندس سليمان عبيدات. الآن بعد هذه الإطلالة يعني نريد أن نستفيد من هذا الوقت الثمين للنقاش، ونفتح باب النقاش لمن يرغب سجل. سؤال يبدو يتناول الوضع العام. أستاذ طلال، ألا ترى أنه وقوع العالم تحت هيمنة الدولار بهذه الصيغة وبصيغة عدم مثل ما تفضلت في محاضرتك عدم وجود بنك مركزي، يعني صحيح انه الفيدرال بانك يعني يراقب الجانب النقدي وطبع العملة، لكن يعني انا اول اقتصاد في العالم بتشوفه انه في لحظة ما بيقدر يسحب تريليون دولار على المكشوف وما عنده مشكلة، بقول هاي الدين داخل يعني بيطبع تريليون دولار وبينفقهم بقول لك ما عندي مشكلة. يعني هذه مشكلة في كل العالم ما عدا في امريكا مش مشكلة حقيقة. يعني هذه الورقة الدولار المستعمرة العالم والعالم الذي يقبل هذا الاستعمار والاستمرار به، كيف يمكن أن نفهم نحن كبشر؟ حرص شديد على مصلحة الأردن ورؤية مستقبلية ولو أنها متشائمة. بس يا أستاذ طلال، سؤالي يعني إنسان بهالحجم وبهالكفاءة وبهالقدرة المالية، شو ودك على البحرين؟ ليش تركت الثورة بتاع البحرين؟ ليش ما جبت لنا 100 واحد من الخليج المستثمرين والعقول هاي يعني بقدراتك يساعدونا؟ وشكرا يا سيدي. احنا طبعا شاكرين ومقدرين فعلا للاستفزازات خلينا نسميها والطروحات اللي طرحت، لكن انا الواقع بدي اطلع على مقارنة بسيطة حتى نستطيع ان نصل إلى خلاصة أنه كيف نستطيع أن نعلق الجرس في الأردن لما تفضلت فيه للتحاور أولا، وثانيا لخلق الآليات المختلفة للعملية الإنتاجية.